تقريبا تم إقالة وزير الشؤون الدينية إبراهيم شيبي بقرار من رئيس الجمهورية، لكن اليوم قبل إنهاء مهامه الوزير السابق كان أدلى بعض التصريحات. ما صورتش مع الكشافة وإلا مع المصائف وواجهت برشا صعوبات. هذا اللي حكيه وزير الشؤون الدينية السابق اليوم الإذاعة الوطنية بعد ما برشا ناس نقدوه بخصوص وجود 130 مرافق لي أثناء أداء المناسك الحج والتنزيل 127 صورة والحجيج قاعدين يموتوا. ألمني كثيرا بعض الإذاعات الخاصة تتحدث عن أن الوزير له 130 مرافق. أنا ليس لي لا مرافق واحد ولا طبيب ولا مرشد، وأقيم في غرفة مع الحجيج يعني، وحتى يعني كنت باش ننشر بعض الصور المتعلقة بمزدلفة، فعندما رأيت الناس يعني يشنعون الوزير ناس 127 صورة والحجاج قاعدين يموتوا. أول حاجة الصور هذيك راهي مع الحجاج ماشي مع الكشافة ولا مع المصايف، هذوكم حجاج وبلغوا صوتهم يعني بشكل وشهاداتهم وكنا نرافقهم في كل محطة. اضطريت في مزدلفة مثلا كون غادرت الحافلة وخليت الحافلة للحجيج وكنت أبحث عن التأهيل ويعني مشيت على الأقدام وافترشت كيس، وجدت كيس بلاستيكي أسود افترشته حتى يعني طلع النهار، وكنت في حالة صحية يعني متعبة كثيرا لأن الظرف السنان ما كانش مناسب بالمرة. هذا الأمر بالنسبة للخاص للبعثة الخاصة. وقال زيدا في جانب اخر اللي فما شكون بعث والده اللي مصاب بالزهايمر وخبى الدوسي نتاعه انه هو مريض على الوزاره. يشهد الله ان هذه البعثه اللي عددها 520 سواء كان بعثه الخطوط التونسيه، بعثه الشؤون الدينيه اللاهي بالارشاد، بعثه لسنار شركه الخدمات الوطنيه والاقامات، بعثه الطبيه، البعثه الصحيه، يعني ابدو البلاء الحسن والله بشهاده الحجيج انفسه. وديما ثم الاستثناءات، اكيد ثم تقصير وكل عمل بشري فيه تقصير او فيه اخلالات، هذا يعني لا يغفر. ويعني نحن في كل موسم نقيم الموسم وناخذ تقاريرنا ونتابع اول باول. واضح. نحب تحسين. دونك السيد وزير الشؤون الدينيه السابق نذكر دونك ماتش السيابي بن عروس الميتون لولو فاز 0-0 بنادي مزارتي بن عروس ماتش كاس تونس دور ربع نهائي. باهي ربما اقالته برشا ناس توقعوها لانه عدد الموتى في الحجيج رغم اللي فما برشا مش رسميين، الاغلبيه منهم مش رسميين، لابد انه مسؤول يدفع الثمن ودفعه السيد وزير الشؤون الدينيه. برشا يقولوا طبيعي حتى في الدول المتقدمه تصير كذا، ساعات يصير اكسيدون تاع زوز كيران مسؤول به. معناتها فقط نقول لكم مش خاطر اقيل، قد يكون فما برشا ايجابيات في الموسم السنة، قد يكون فما برشا ناس قاموا بالواجب وكذا وفما نقائص، وللاسف معناتها ادفع الوزير ثمن النقائص هذه. بلال، انا شخصيا نقول القرار الصحيح، ما فماش ما اغلى من الروح البشريه. ماتوا توفيوا حجيج، خمسة من الناس نظاميين وتقريبا 40 ولا أكثر 44 مش نظاميين، هذا في الأخر مواطن تونسي نظامي غير نظامي، فهو مواطن تونسي عنده عائلة وتوفى. القرار صائب جدا في أي دولة. سؤالي طبعا. كيف يمكن لوزير الشؤون الدينية أنه يمنع وفاة حاج غير نظامي فقط؟ هاو نعطيك نحب نفهم في الكواليس، اللي يعرف جوابي يجاوب مش بعد الحصة يقول لي عندي جواب. مش قولك حاجة كل عام، علاش انا فرحت انه ولينا في تونس سي تحمس وجيت تمشي على روحك هكا. هو ما فماش كل عام ماتوا 17 في التران ماشي شكرا الجندوب، ما لا استقال الوزير ولا تمت اقالته. باش تقول لي انت الوزير تاع النقل وقتها شنو باش يعمل باش التران؟ لا صحيح، المسؤول في الوزاره ماتت ناس تمشي على روحك، انتهي الموضوع بوا فينال. وهذا انا رانو قرار صحيح بغض النظر الوزير ينجم يكون هبط 100 تصويره 1000 تصويره من نبعدوا عليك الحكايه بتاع تصاور وكل الله غلب في عهدتك تتحمل مسؤوليتك. واضح. هو لازم يولي عاده في تونس. فوالا، مسؤول تتحمل مسؤوليتك. مره وزيره في النرويج خاطر استعملت كارت بونكير 50 يورو استقال، يعني الاستقاله لانه منصب سياسي. صوفيا، هذاك هو في الاخر. تو انت مثلا وزاره الشؤون الدينيه ما نعرفش انا شنو هي مثلا معناها المسؤوليه الاخرى بخلاف الحج والدنيا وكذا، واكيد فما مسؤوليات اخرى. الحج في حد ذاته معروف، معناها موسم تاع حج لابد انك تحضر له بالكدا، تعرف الظروف الموجوده غاديك تقرا كل شيء. صحيح، انت فشل لانه وصلنا 45 ماتوا برشا 49 برشا. هو نورمال مو يستحيل يقول انا ما نجمش نقوم بالواجب، حتى لو كان يكون الخلل مش من هو، نجم يكون خلل اجرائي خلل. وهل وندعو الى محاسبه لو كان فما شركات او ناس هما اللي سفروا غير نظاميين؟ ما نكونوش وقفنا عند اقاله الوزير، بل صحيح. تحقيق جدي
ويجي واحد يقول يلا بعد اسبوعين باش نقول لكم من المسؤول، والناس المجرمه اللي هزت ناس من غير رخص تتحمس. انا نتصور باش يتم تحقيق، على خاطر قبل كان الوزير وما يصير له شيء ويتحل تحقيق. أي. توا الوزير يتحاسب، ونأكد لك انه باش يتحاسبوا برشا ناس اللي تسببوا في وفاه يعني بعض الحجيج اللي مشاو كيك وحنا ما مطرد. انا نحب نشكر بصراحه رئاسه الدوله، رئاسه الجمهوريه، لان اخذت القرار المناسب في اللحظه المناسبه. طبعا الوزير يتحاسب، وديوان الوزير ومدير الشؤون الدينيه يتحاسب، واللي كان واللي يشرف على امور الحجيج الكل يتحاسبوا، الكل كل كل مع بعضهم. صحيح يتحاسب راس الاولاني هو الوزير، لكن لا ما قاموش بواجبهم اللي تحت الوزير. ثم ظاهره غريبه جدا، وانا باش نقولها على مسؤوليتي، فما برشا عنطريات في وزاره الشؤون الدينيه، فما برشا مبالغه في النرجسيه والانانيه. شنو معناه يمشيو مرافقين؟ وشنو معناه يمشيو من وزاره الشؤون الدينيه باش يمشيو يحجوا؟ شنو معناه؟ شنو معناه؟ معناه ناس تحرق دم قلبها تلم 20 مليون باش واحد. شكون في وزاره الشؤون الدينيه حاجز 15 20 مره؟ لا 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 لا، مش كل كلمه مثلا مش معناتها راهو ورد بالك، راهو المرافقين راهم هم الناس اللي نحكيو في الاداره، زاد في الاداره يكونوا من عند وزاره الشؤون الدينيه. أيوة. هم يعرفوا المناسك الحج الكل، سي نورمال. لا لا لا، كل حاجه زاد على لحظه نحكيو على اداريين زاد كمل. برشا يا بلال، برشا اداريين. ثم وزاره الشؤون الدينيه على مدى سنوات مع كامل الاسف يا نوفل ما فادت الدين في حد شيء. انا ما ريت حد شيء. شنو معناها؟ فاش قاعده تعمل؟ بكامل الصراحه، بكامل الصراحه، راهو انا حضرت واستدعوني قداش مره، قلت لك برشا عنطريات، برشا مبالغات. اللي تسالوا انا دكتور في الكلام الفلاني، انا دكتور في الشؤون الفلانيه، يا دي مش هكا الدين، راهو الدين دين يسر مش عسر. راهو انا باهت، راهو البلاد كيفاش قاعده تصير، راهو فما وزارات صدقني زايده عن الواحد، يا تقوم بخدمتها يا زايده. راهو مش معقول، مش معقول. بربي كان تسمعوا فيها رئاسه الحكومه تعاودوا ترسكلوا، فما وزارات تعاودوا ترسكلوها، يمشيوها زوز من الناس، ثلاثه من الناس. واضح. انا اللي يزعجني زاده انهم يقولوا خمسه برك في البعث الرسمي، هي والاخرين معناها ابخيتو هذوك متوانسه، ابخيتو ينجموا يكونوا حتى ضحايا زاده سماسره ذوما. خاطر سمعت انه فما دول اللي مش رسميين دخلتهم وطالبت انهم يدخلوا كذا، ولقات استثناءات يعني ما نعرفوا شيء. بلي نهار الاثنين شوف لنا الدول الاخرى العربيه ما طولها قديش وكذا، نحب نقارن الامارات، قطر، السعوديه، اليمن، الكويت. في تونس عمرنا ما وصلنا للرقم هذا. عمرنا ما وصلنا. اي عمرنا ما وصلنا للرقم هذا. هو راه ساعات تصير عمليه تدافع، خاصه وانت تعرف مطران من دول شرق اسيا. افغانستان، باكستان، الهند، اندونيسيا، نوعا ما ديما تصير المشاكل غاديكا، خاطر مش نفس الطبيعه، مش نفس نوعا ما شويه. احنا عندنا الانضباط، شمال افريقيا الدول العربيه عندها برشا انضباط، ولكن نوعا ما الحجيج من الدول هذيك فما شويه تسيب، ساعات يعملوا برشا كوارث. هما فما 658 مصري توفي ولا يرحمهم، 183 اندونيسي، 68 هندي، 60 اردني، 49 تونسي، 13 من كردستان العراق، 11 ايراني، 3 من السنغال، 35 باكستان، و14 ماليزي وسوداني واحد. فما دول ما مثل احد. فما دول بشوي. علاش؟ تلقى مثلا البعثه صغيره وكانت مؤطره. اكثر فما شكون ما جاوش عندها، ما عندهاش النظام، غير النظاميين، دونك قعدوا في السيركوي ليغال نتاعهم، يمشيوا يتنقلوا على الحافلات، اساميهم موجوده. نتوقع كيما كنا قبل تونس، مش كانوا يضربوا بينا المثل قبل. لا نوفل، ما زيد اجي نقول لك باش نعطيك كل ذي حق نحقها. راهو انت راهو كي تقول لي غير نظامي، هي راهي خايبه الكلمه، انا ما نحبهاش كلمه غير نظامي في الحج. راهو ماهوش حارق، هو في الاخر ماهوش ماشي مش ماشي حاجه روحانيه بينه وبين مولاه. لا 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 لا، تصنيف على تصنيف. باش نفسر لك، السعوديه تقول لك عندي مليون و200 الف بلاصه. فاهمك فاهمك. كي تجي من 100 الف ويمشي تحطها. انا فاهمك والناس فاهمه، انا شنو عمل كلمه خايبه. كلمه غير نظامي في الحج انا من حبيت ما نحبهاش، خاطر هو ماهوش ماشي يسترزق ولا ماشي يحج، ماشي هو بينه وبين ربي، يحب ربي تربي كذا. الاشكاليه شنو هو؟ انه ماشي يحج بامور غير قانونيه. مش امور غير قانونيه نوفل، مش غير قانونيه، خارج اطار الدوله. أي. خارج مش معناها خارج اطار الدوله، معناها يا ريت انت خاطر انا صحيت كدوله عندي 35 كار
اللي مقيدين عندي باش يركبوا في 35. انا جيت في لواج. انت جيت وحدك تحب معني هو شي يقول المنطق. هذا تسمى هذاك اللي يرموا بانفسهم للتهلكه. هي صحيحه ما سفير اما انا نقول انا نقول. اما يسميوه ضحايا. كان تنجم يعني بوسكو دخلوا الحشد تنجم تلمهم اللي ما نعرفش تنجم يعني. السعوديه راهي عندها الديسيبلين. زوز دخلهم في المنظومه. تنجم السعوديه ترفضهم لانه السعوديه يقول لك عطيتك. صار برشا اقتحامات المنازل وصارت برشا معناتها لا انا باهت وربي يرحمهم الكل وان شاء الله ربي يسترنا الكل مثلا كيفاش بو يسمح الوليد يسمح البوه باش يمشي وهو غير نظامي حاصل وتو نرجعوا في الساعه الثانيه. ميرا مقني تقدم الاخبار.